وقع الأمر أن مبادرة حياة كريمة أو المشروع القومي تحت مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري يحمل وبذاته جملة من المشروعات القومية. كل تطوير لكل محور من محاور مبادرة حياة كريمة يرقى بذاته لأن يشكل حلقة متكاملة من حلقات المشروعات القومية. ما بالكم وجملة هذه المشروعات تنفذ ضمن مبادرة حياة كريمة؟ سنسلط الضوء في كل قرى مصر، في كل تجمعاتها الريفية، في كل محافظاتنا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، لكل ما يجري هناك على قدم وساق ضمن ما يتم في هذه المرحلة أو في غيرها من المراحل اللاحقة، حتى تنتهي الدولة وفي غضون 3 سنوات فقط من إتمام هذا المشروع القومي المتكامل. القسم الأول من حلقة هذا اليوم، سنرصد أهم الأخبار المرتبطة بمبادرة حياة كريمة على مدار الأسبوع المنقضي، والبداية من صعيد مصر، الصعيد الذي يحظى باهتمام غير مسبوق ضمن خطط الإنفاق التي تقدمها الدولة وضمن المشروعات التي تنفذ فيه في أشكال مختلفة. هذه المرة في أسيوط عقد ضمن مبادرة حياة كريمة عدد من اللقاءات بأهالي ومسؤولي قرى مركز سليم لعرض فكرة الشمول المالي، وهي واحدة حتى من بين محاور هذه المبادرة. هذا اللقاء أو هذه اللقاءات بالأحرى كانت بحضور مندوب من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومندوب من البنك المركزي المصري ومنسق عام مؤسسة حياة كريمة بأسيوط ومسؤولي المبادرة بديوان محافظة أسيوط وبعض مندوبي البنوك المصرية هناك، كما جرى المرور على قرى الشامية والشيخ شحاتة والعفادرة والخوالد وتاسة والنزلة المستجدة، كما جرى عقد عدد من اللقاءات وقام الضيوف بعرض فكرة مبسطة للمقصود بالشمول المالي وحجم المزايا التي يمكن أن يستفيد منها المواطنون، كما تم الاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم. إضافة إلى كل ما جرى، فقد جرى عرض دور مؤسسة حياة كريمة في الإشراف والمتابعة والتوثيق لهذه المبادرة الرئاسية حياة كريمة. من هناك من أسيوط ينضم إلينا المهندس مينا إبراهيم حنا، منسق عام مؤسسة حياة كريمة في محافظة أسيوط. باشمهندس أهلا وسهلا بحضرتك، لماذا فكرة الشمول المالي تطرح على أهالي أسيوط في هذه المرحلة من مراحل حياة كريمة؟ مساء الخير على حضرتك يا فندم، مساء الخير على السادة المشاهدين. البداية بس أنا عايز أوضح زي ما حضرتك تفضلت إن مبادرة حياة كريمة هي في البداية كانت مجرد فكرة تم طرحها عن طريق شباب البرنامج الرئاسي، وهذه الفكرة تبناها ورعاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن هنا تحولت لمبادرة وبعدها تحولت إلى مشروع قومي. زي ما حضرتك ذكرت هو احنا بنعتبره المشروع القومي الأكبر أو من أكبر المشروعات القومية اللي بتتم حاليا في مصر. بالنسبة لصعيد مصر وخصوصا في أسيوط، اللي أنا يعني بتشرف إن أنا أكون منسق عام لمحافظة أسيوط مؤسسة حياة كريمة، اللي بيتم حاليا في محافظة أسيوط هو نقلة نوعية تماما للصعيد ولمحافظة أسيوط كمان. احنا هنا عندنا في أسيوط التنمية أو المرحلة دي من المبادرة هتتناول 7 مراكز بإجمالي حوالي 149 قرية وإجمالي 900 تابع تقريبا نبوة وقفور وقرى صغيرة. طبعا زي ما حضرتك عارف والسادة المشاهدين عارفين، احنا بنتكلم على حياة كريمة. طبعا كل المحاور احنا عندنا المشروعات بندخل على القرية، زي ما سيادة الرئيس تفضل وقال احنا هندخل القرية وهنطلع منها، يعني وجه القرى ووجه الريف هيتغير تماما. احنا عندنا بندخل عندنا مشروعات مياه، مشروعات صرف صحي، كهرباء، غاز طبيعي، واتصالات وطرق، طبعا تبطين لترع المدارس سواء كان بيتعمل لها تجديد او توسعه او بناء مدارس جديده، وهكذا الوحدات الصحيه، مراكز الشباب والمجمعات الزراعيه والبيطريه، نقاط الاسعاف والاطفاء، كمان عندنا فكره المجمعات الخدمات اللي هتكون في كل قريه او في كل واحده محليه. كل ده هيكون موجود عندنا في 149 قرية من قرى محافظة أسيوط كمرحلة أولى ب7 مراكز. نعم. طبعا فكرة الشمول المالي احنا كان عندنا على مدار يومين الأربع والخميس الماضيين اللي فاتوا، كان عندنا وفد زي ما حضرتك تفضلت من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك المركزي ومجموعة من مسؤولي ومندوبي البنوك المصرية في أسيوط، وطبعا كان بحضور ديوان عام المحافظة ومؤسسة حياة كريمة. اجتمعنا والتقينا بكل اهالينا في قرى ساحل سليم، اتكلمنا بقى يعني الساده الضيوف شرحوا فكره الشمول المالي وازاي الشمول المالي ممكن يدخل ضمن مبادره حياه كريمه وازاي يقدر يسهل عمليه التعامل المالي بالنسبه لاهالينا في القرى.
طبعا استمعنا الى احتياجات كل اهالينا، واللي كان ابرزها طبعا ان موجود يعني ما فيش في القرى ماكينات الصرف الالي اللي هي الاي تي ام، فبالتالي المواطن في الريف او في القريه بيضطر انه يتكبد مجهود ويتكبد وقت وتكلفه علشان مثلا ممكن يسحب المعاش او يسحب المرتب بتاعه. ومن هنا طب باشمهندس، هو التساؤلات اللي كانت بتطرح امام الحاضرين من جهات مختلفه للترويج وللتاكيد على اهميه فكرة الشمول المالي، التساؤلات اللي بتطرح مرتبطة بالإجراءات، مثلا الإجراءات قد تبدو عسيرة على بعض المواطنين في قرى الريف المصري وفي أسيوط تحديدا، ولا مرتبطة ببعض الهواجس أو المخاوف لديهم وبالتالي يتعين تبديد هذه الشكوك والمخاوف وإزالتها؟ بالفعل يا فندم زي ما شرحت لحضرتك، هو احنا استمعنا لكل المخاوف لكل الطلبات، زي ما بقول لحضرتك الناس محتاجة مثلا يكون في ماكينات صرف آلي اي تي ام. طبعا بالنسبه لاجراءات الحصول على بعض القروض الصغيره، طبعا الناس يعني في الصعيد بمجرد ما بنقول قرض او حاجه زي كده بيبقى عندها تخوف معين من القرض من الفايده بتاعته، فبالتالي كان يعني مطلب اساسي بالنسبه للمواطنين تيسير اجراءات الحصول على القرض، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه وان كان تخفيف او اطاله المده من الفايده للقرض، يعني ما يحصلش بشكل مباشر بفايده عاليه. الحاجة الثالثة ودي اللي احنا بنحاول نرعاها طبعا بالمشاركة مع كل الجهات المشاركة معنا في المبادرة، هي تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. صحيح. احنا يعني اغلب القرى عندنا هي قرى تعتمد على النشاط الزراعي، وان كانت بعض قرى ساحل سليم تعتمد على زراعات معينة زي زراعة الموالح وزراعة الرمان، فكان بعض الاهالي بيقترح ان يكون في مصانع صغيرة او ورش صغيرة يعني تهتم بقى بتجفيف الفواكه، بتغليف، بمنتجات زراعيه، كل الصناعات المرتبطه بالنشاط الزراعي. المهندس بالنشاط الزراعي بالفعل. نعم. باشمهندس مينا، انا اشكرك شكرا جزيلا واعتذر من حضرتك على المقاطعه، لاننا لدينا ايضا جدول عمل كبير ومضغوط للغايه مرتبط بهذه المبادره حياه كريمه. اشكرك شكرا جزيلا، على امل ان نتواصل بالطبع مستقبلا فيما يخص الخطوات المتخذه ضمن خطوات مبادره حياه كريمه في محافظه اسيوط، منسق عام مؤسسه حياه كريمه في المحافظه هناك. اشكرك شكرا جزيلا. إذا